بس الناس حبت قوي ال ايه بنقولها ايه؟ ايوه حبت الحب اللي بينكم وانه ايه ده اتنين صغيرين وبيحبوا بعض ومش منكدين على بعض بس هقول لك حاجه، يعني هو ده يمكن احدى نقاط القوه الاساسيه، يعني ان احنا مع بعض على طول. يعني انا في الاسكواش دايما بيقولوا انت عايز حد مدرب يبقى فاهمك كويس وفاهم اللعبه كويس، فعشان توصل للمعادله دي تبقى صعبه جدا. نور ما فيش حد يفهم سكواش اكتر منها لان هي جوه الموضوع ورقم 8 على العالم وكانت رقم 5 على العالم بس لولا الاصابه، ودلوقتي وطبعا حد فاهمني انا ما حدش فاهمني اكتر من نور. فزي ما كنت يعني بحكي، انا كنت بلعب بطوله كنت خسران 2-0، البطوله كانت رجال بس، فنور ما كانتش معايا. بطوله غير البطوله دي، بطوله غير البطوله دي. فكنت طلعت مش عارف اعمل ايه، خلاص بخسر مش عارف اعمل ايه. فرياكشن يعني اول رد فعل ليا طلعت التليفون كلمت نور، وعندي دقيقه ونص بالظبط. كنتوا لسه ما اتجوزتوش؟ لا ده لسه من اسبوعين. وانتوا متجوزين؟ عندي دقيقه ونص بالظبط ما بين الشوطين، كنت طلعت كلمت نور ما بتقولش حاجه فظيعه، هي بس فاهمه انا محتاج اسمع ايه في ال 30 ثانيه دول قبل ما الحق اخش الملعب. ايوه معلش، وانت في ال 30 ثانيه دول تقولي ايه لجوزك فيكسب؟ انا عايزه افهم يعني ايه اللي ممكن يتقال في ال 30 ثانيه. لا كنت بشجعه بقول له انت بتمرن كويس، انت بتلعب حلو قوي الفتره دي، العب بشخصيه ما تخافش، حاجات كده. يعني انت كنت شايفاه وهو بيلعب؟ كنت بتفرج عليه على التلفزيون. فكنت بشجعه يعني بقول له، كنت شايفاه كده فاهمه هو كان حاسس بايه وهو بيلعب يعني. فقدرت اقول له ما تخافش، انت خايف شويه دلوقتي، ما تخافش ما يهمكش، ده ماتش زي اي ماتش، كلام كده ملوش دعوه بالتاكتكس بتاعت سكواش يعني. يعني ما قالتلكش حاجه في تفاصيل أكيد اللعب؟ قالت اكيد قالت، ما هو ده بالظبط اللي هي فاهماه. انا محتاج اسمع قد ايه عن الحته السيكولوجيه اللي هو شجع نفسك دلوقتي وانت عندك شخصيه وانت متمرن كويس، ولكن الحته البسيطه في السكواش اللي محتاجه احسنها. فده الاثنين مع بعض عملوا طفره بجد. دخلت خسرت 2-0، دخلت كسبت الجيمين الشوطين اللي بعدهم، فبتفرق جدا. فما بالك بقى وهي معايا يعني هناك. طبعا